يتامى انا واختي، اختي عندها اعاقه وانا ما نخدمش، كل مره كيفاش ما عندي حتى لقمه عيش. امي متوفيه، بابا متوفي، خوخو وروحو، ما لقيت حتى حل، فهمتني؟ على الاقل يقفون. مشيت تحسين مسكن لهنا، جيت لتحسين مسكن، اختي شنو قالوا لها؟ قالها باهي يجي يجي من الجمعه الجاي. مشيت الجمعه الجاي، ما حب يعني ما حتى واحد من استغرب اللي هو قال الحاجه هذيك، اي يعني الجمعه الجاي نجي. وكلهم صحاب بابا كان، كلهم خدموا مع بعضهم، كي يوم مولا تيجي حتىج ما لقاوش، فهمتني؟ صدقني لينا ربي اختي ما جاتش مسكينه معاك، كل شيء تجي وتجري، حتى جيران حتى حتى رواح حتى واحد متلب واحد، فهمتني؟ اما انا حاجه وحيده اللي عندي خدمه، ما عندي حتى شيء، نحب على الاقل يلقوا لي خدمه، نلقى باش ناكل باش نشرب انا اختي، نسترزق بينها، فهمتني؟ ما نقول حتى شيء، واللي يعملوا ربي ذيك هو. لا عندي كامي اجتماعي على ودني، المره اللي فاتت عملوا لي خطيه على الكارني كل شيء، فهمت؟ خدمت وصبوا عليه كارني، وفي الاخر شنو اللي صار؟ كي نقصونا كل شيء من الخدمه، بقيت هكاكه يعني نمشي ونجي شوفوا لي خدمه كل شيء. كنت نخدم في وزاره كل شيء، قالت لي ليه؟ قالت لي ليه راهو احنا ماناش نلوج على خدم لهنا، فهمتني؟ هذاك هاو يعني انسان يحطوه تحت، ما نحكي لكش تحت صبات. مشيت للمسؤولين معتمد رئيس بلدية، حاولت تلقى خدمة؟ مشيت أنا مشيت لهنا وكل شيء المعتمدية، فهمتني؟ كلمت مدام نادية، قلت لها راني نحب على الخدمة، شوفوا لي خدمة باش نخدم، فهمتني؟ فهمت هيك هاو من الكلمة. هاي أختي، هاي أختي المريضة، هاي معاقة، هاي خضروا لها كيفاش شفتها ولا لا؟ هذه تمشي تهبط لتونس تجيب نسيب لك باش ناكلوا والله، وتجي تشوف والله الدار امبارح، اقسم بالله اقسم بالله ثلاثة ايتريت دون امبارح باش نقد بها البيت باش تديها علينا بالرسمي. عندها بطاقة إعاقة؟ عندها. هاي والمنحة هذه عطاوها ولا؟ عطاوها 50,000. 50 دينار؟ بيدي 50,000. هذيك هي، هذي مش تعيش 102 زوز عباد بالله، مش تخلص الضوء الماء هاكم طايش، مطايش هاك الضوء، شكون باش يخلص؟ قول لي شكون باش يعطينا احنا شكون؟ وانا البارح عندي ثلاثة ايترات دهن تعبت باش نقدها والله، تخطر بالماء داري ويجي اشوف بالعينين، كان ما جوش ولاد الحلال يعاونوا فيا الولاد، صدقني اقسم بالله ما فما شيء. مشيتش المعتمد في تحسين مسكن؟ مشيت. هاي سامحني اختي، اي جلاي انت كي مشيتي لتحسين مسكن شني قالت لك؟ قالت لي انا المره الجايه المره الجايه المره الجايه، كل مره تماطل فيا، كل مره تماطل فيا مهبل فيها وكل شيء، فهمتني؟ وتلفت سي العمدة وكل شيء يرحم والدين والديه، فهمتي؟ قالها اعطيه اللي ما تستحقش، فهمت؟ ما تعطوش اللي تستحق، ها هو في الوجه في الكاميرا وقدامهم، وما نخاف من حتى حد، نخوف من ربي راه، فهمتني؟ اذا كما نقول هي جرت ومشت لغادي، نقولها باري امشي انت وانا خليني في البيت، مسكينه تيح قداش من تيحه، مريضه اعاقه عينيها ما تشوفش بها، ما لقيتش حتى حال، كيفاش نخدم؟ كيفاش نلقى حال؟ ما لقيت شيء، فهمتني؟